مجبل للكرامة وتعادل بنكهة الفوز للعروبة، خاصة وأن الفرق العمانية بتلعب بشكل ممتاز على أرضها، لذلك ستكون مهمة الكرامة في السلطنة صعبة جدا. إذن كما رأينا الهدف الأول في الشوط الثاني بالدقيقة الخامسة منها، بالدقيقة 50 لجمعة درويش، وفي الدقيقة هنا نتابع بداية أهداف الكرامة، هدف الأول للحموي والهدف الثاني للاعب عودة، وهنا أهداف العروبة. إذن الهدف الأول لجمعة درويش بالدقيقة 50 وفي الدقيقة 70 من المباراة يسجل عيد محمد إذن هدف الثاني وهدف التعادل للعروبة.